تعالى بقى نخش على الأخبار الحلوة، لأن إحنا دايما برنامجنا الحمد لله لحد هذه اللحظة يعني بيبقى بيحمل دايما صدارة كمان الأخبار والإحصائيات اللي بتكون حاصلة، لأن إحنا أول برنامج بيكون كمان في القناة. خليني أقول لحضراتكم إن امبارح أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة التصنيف كرة القدم، طبعا التصنيف الشهري للأندية، هنا بنتكلم عن أندية العالم عن شهر يناير اللي فات. طيب شهد ايه بقى؟ تفوق كبير، خليني اقول لحضرتك وافتخروا بده، تفوق كبير للنادي الاهلي وتقدم كمان في الترتيب العام للترتيب العالمي، ده بعد ما شارك في كاس العالم للانديه، وطبعا بطبيعه الحال لما احتل المركز الرابع. في التصنيف الجديد ده جه الاهلي في المركز ال11 عالميا وتفوق في الترتيب تاني. بس عايزه اقف هنا ثانيه عشان ما حدش يقول لك وانت بتقول ايه؟ مش احنا اللي بنقول، التصنيفات العالميه هي اللي بتقول، الجهات العالميه الرسميه هي اللي بتقول النادي الأهلي تفوق في الترتيب على العديد من الأندية العالمية العريقة. زي مين بقى؟ زي باريس سان جيرمان، ها كريم، زي بايرن ميونخ، زي برشلونة، فعشان حضراتكم بس تبقوا عارفين. جاء نادي الزمالك بعد كده في المركز ال 53 عالميا، بيراميدز في المركز ال 65، فيوتشر في المركز ال 145، ده في وهي طبعا الأندية الأربعة الممثلة لمصر في بطولتين، بنتكلم إفريقيا للأندية. كمان جه بايرن ميونخ في المركز ال 15 عالميا، لو احنا هنتكلم بقى على الانديه العالميه، برشلونه في المركز ال 16، ده خلف النادي الاهلي بخمس مراكز. انت متخيل اللي انا متخيل وخدت وضعي في القعده بعد الارقام والاحصائيات اللي انت بتقوليها؟ طالما ال 11 على العالم، لا يبقى الوضع لازم يختلف. فطبعا حاجه مدعاه للفخر، ولازم الواحد يبقى فرحان، ولازم تبقى انت عارف انت مين، علشان لما تيجي بعد كده تسمع اي يعني كومنت، اي مبالغه في حاجه، اي راي ملوش اي اساس من الصحة، أي تعليق مضحك، فأنت تعرف أنت فين علشان تعرف ترد. مهم جدا أن احنا نعرف مكانة النادي الأهلي، نتكلم تاريخ ومكانة حقيقية حتى هذه اللحظة، عشان نعرف نرد على أي حد يعني يسول له نفسه، خلينا نقولها بهذا الشكل. وبرضه بنتكلم على قلة قليلة، إنما الناس الطبيعية المنافسين جماهيرهم الناس المحترمة دي مليانة وأكيد هي الأكثرية. فمبروك، وده كان خبر لازم نبدأ بيه طبعا بداية. أكيد يعني بكده طبعا صعد النادي الأهلي ست مراكز في هذا التصنيف الشهري للأندية عن الترتيب الأخير ليه، لأنه يعني أصبح رصيده في هذا التصنيف 218 نقطة، وده في الوضع الحالي، وبتفصله أربع نقاط فقط عن المركز العاشر عالميا. فزي ما هوند بتقول لحضراتكم فعلا مدعاة للفخر بكل ما تحمله كلمة من معنى.